من جانبه عبر وزير الدفاع الأمريكي جون ماتيس عن قلق الولايات المتحدة من سياسات النظام الإيراني في الشرق الأوسط. وقال وزير الدفاع في مؤتمر صحفي بكاليفورنيا إن الولايات المتحدة تملك الكثير من المخاوف فيما يتعلق بالتصرفات الإيرانية في المنطقة، وعلى رأسها دعم النظام الإيراني لميليشيات طائفية وتهديد الملاحة البحرية في الشرق الأوسط. أكد ماتيس أن الوقت قد حان لأن تختار إيران بين أن تكون دولة مسؤولة أو منظمة ثورية مصممة على تصدير الإرهاب والقلاقل في العالم.